جمهور كرة القدم هو اللاعب الأساسي الذي لا يلعب ضمن المستطيل الأخضر، لاعب له دور حاسم في مواجهة اللعبة الأكثر شعبية في العالم، فهو اللاعب الذي يصنع الفرجة والفارق في الكثير من المرات، ويعتبر عصب اللعبة ونكهة الملاعب، لهذا أطلق عليه اسم اللاعب رقم 12. لكن في معادلة معكوسة في بطولتنا العجيبة والغريبة، الفريق الذي يقدم أحسن وأجمل كرة قدم منذ بداية الموسم الحالي لا يملك جمهورا يؤازره ويدفعه لتحقيق الأفضل، والحديث هنا عن نادي بارادو. أثر عليك غياب الجمهور باسكو يجوا لي على حبي يلعب كيما يقولوا ستاد كومبلي، مي هذا الشيء في الفريق تاعنا احنا ما عندناش لي سيبورتر، مي عندنا محبي الفريق. ان شاء الله كيما قلت لك احنا نديروا البوسيبل تاعنا باش نفرحوا هاد المحبين. الكرة الجميلة التي بات يقدمها الصاعد الجديد مع بداية هذا الموسم لإمتاع عشاقه تطرح العديد من التساؤلات حول هذه الظاهرة العكسية التي أصبحت تميز البطولة الجزائرية، فالعديد من النوادي الناشطة في المحترف الأول والتي تملك جماهير كبيرة لا تقدم ذلك الأداء الراقي الذي يقدمه خريجو الأكاديمية، فهم إدارة الفرق الجزائرية ولاعبيها هو حصد النتائج الإيجابية بغض النظر عن الأداء المقدم فوق المستطيل الأخضر ما دام المناصر الجزائري لا يطالب بخاصية اللاعب الممتع والجميل. إذن ما يصنعه شبان نادي بارادو فوق المستطيل الأخضر من نسوج كروية وأداء راق وسط غياب اللاعب رقم 12 أسقط شعار الجماهير كلمة السر في متعة كرة القدم من قاموس البطولة الجزائرية.